بالرغم ان العالم فرحان بقدوم شهر رمضان المبارك، الا ان الفرحة دي مكسورة بسبب استمرار الحصار والحرب في غزة، ولسه الاحتلال بيرتكب مجازر، ولسه الناس بتموت من الجوع. وزي ما بيقول الخبر، غزة تقبل رمضان دون هدنة وارتفاع ضحايا سوء التغذية الى 25. وسط صلاة التراويح اللي كانت امبارح منظرها غريب جدا في غزة، زي ما الصور دي بتجيب اهالي غزة يصلون التراويح على انقاض المساجد المدمرة. متخيل اهالي غزة بيصلوا التراويح بالامس على انقاض غزة. اول يوم رمضان ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 7 مجازر واستهدف خيام النازحين بمنتهى الاجرام. اول ايام رمضان الاحتلال يرتكب 7 مجازر ويستهدف خيام النازحين في غزة. للأسف الأنظمة العربية واقفة تتفرج وما قدرتش حتى تضغط على إسرائيل إنها توقف الحرب حتى في رمضان. بس في شاب سأل سؤال محترم جدا، هو ما بيفتيش، هذا الشاب محترم بيقولك أنت صليت؟ صمت كويس؟ كل حاجة تمام يعني؟ الحاجات دي بقى أخبارها إيه بقى؟ مقبولة ولا لأ؟ في ظل إن جنبك واحد بيدعك وبيموت من الجوع. اسمعوا بقى الشاب ده بيقول ايه كده. انا خايف ان ربنا ولا يقبل لنا صوم ولا يقبل لنا صلاة ولا يقبل لنا تراويح ولا يقبل لنا اي حاجة من اللي احنا فيه ده. لان انت الوضع اللي احنا فيه ده، يعني لما انت تكون كل يوم بتتفرج على رجالة وستات ماشيين في الشارع شايلين دواقي عيالهم، وبتتفرج على رجالة وستات بياكلوا على في البهايم، ده لو لقوه ولما مش بيلاقوه بيموتوا من الجوع هياكل عظمية، وبنشوف الكلام ده كل يوم كل يوم، وتبقى اعظم عبادة انك تقعد جنب اخوك في الوضع ده وانت تقول لا والله هصوم بقى واصلي، انا ما اعرفش ربنا هيقبلها ولا لا، والله ما اعرف. هتقولي جايب الكلام ده اني اقول لك ما اعرفش، انا بقول لك انت فكر زي ما انا بفكر كده، ربنا هيقبلنا؟ انا بسال ربنا هيقبلنا؟ هنعمل نفسنا عادي نتفرج على الحاج خالد الجندي والمسلمون يتساءلون؟ طب اسال كده، اتصل بقى كده على الحاج خالد في البرنامج وقول له يا حاج خالد احنا وضع اخواتنا ايه؟ هتلاقيه بيتساءل مع المسلمين اللي بيتساءلوا، يتساءل هو كمان، مش هيجاوبك، هتلاقيه بيتساءل لك البرنامج ده المسلمين بيتساءلون وانا كمان بتساءل معاهم، مش هجاوبك. هل الوضع ده تضمن ربنا يقبله؟ انا مش ضامن، انا خايف ان احنا ما نتقبلش، انا خايف ان احنا كلنا كل العرب وكل المسلمين، انا خايف ان احنا ما نتقبلش، وحقي ان انا خايف، حقي ان انا خايف يا عم، انا خايف يا عم. طب هتقولي انت بتقول الكلام ده ليه؟ بتقول الكلام ده في سيرك؟ لا ما اقولش الكلام ده في سيري، لان انا اخواتي بيتهانوا وبيتذبحوا قدام الناس، انا بتكلم قدام الناس وبقول اللي عندي قدام الناس. انا ببرق قدام ربنا، اذا كان في امل ان انا بالكلمتين دول الشهر يتقبل مني فانا لازم اقولهم. ببرق قدام ربنا من اللي بيحصل واللي بتعمله حكومتنا مع اخواتنا، من اكبر واحد في الحكومه لاصغر واحد في الحكومه ما يرضنيش، وانا شايف انه ما يرضيش ربنا. واللي انا شايفه ان احنا لازم ندخل الناس دي اكلهم وشربهم حتى لو انتهى بينا الامر ان احنا نحارب عشان السبب ده. انا مع الشاب ده جدا وبتفق معاه جدا جدا، لانه في الاخر انت القصه مش قصه انك انت صمت وصليت وزي الفل وتطهرت والحاجات اللي ده طقوس يعني. انت بتعمل ايه بقى في الوقت اللي الشاب ده بيدور في العرب على حد لسه عنده دم؟ تلاقي اكتر من تجويع اهالي غزه وبيكتبوا عريضه حوالي 730 اكاديمي اسرائيلي بيكتبوا عريضه لنتنياهو عشان يمنع المجاعه في غزه. 730 اكاديمي اسرائيلي بيقول لك الخبر اهو، 730 اسرائيلي يوقعوا عريضه لنتنياهو عشان يوقف المجاعه في غزه. 730 حذروا من ان حجم الوفيات في غزه يمكن ان يصبح وصمه عار لا تمحى على جبين اسرائيل. تسأل انت سؤال لنفسك بقى، فين المثقفين المصريين؟ فين المثقفين العرب؟ فين المثقفين السعوديين؟ فين المثقفين اي حاجة؟ مفيش. لان مثقفينا زي يوسف زيدان وخالد المنتصر دول ناس في الكوكبية. 730 يعني أكاديمي إسرائيلي بيكتبوا عريضة لنتنياهو يوقف المجاعة دي، بينما عندنا الباز أفندي طالع يقول بيقترح إنه إن إحنا نعمل محاضرات للكبار لقد كبار المثقفين، نعمل عريضة، نعمل لهم يقعدوا في المساجد محاضرات في المساجد. بيقول لك عندي فكرة، عندي فكرة قد لا تروق للبعض،
انه اني ارى انها مهمه وسيكون لها تاثير كبير، فما الذي يمنع ان تستعين وزاره الاوقاف بعدد من كبار المثقفين والمفكرين والفلاسفه لتقديم محاضرات في المساجد؟